الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنتكلم عن رؤيا عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه لمن رآه في منامه. فمن رآه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالقوة في الدين والعدل في الأقوال وحسن السيرة وطول العمر، ويكون من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويكون يكره الباطل ويحب الحق، ويكون مفرق بين الحق والباطل، ويكون إنسان يعدل بين الناس زاهد عنده ورع. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.